انتي بنية ما يصير تلعبين كرة قدم، انتي ما راح تصيرين. ويا لازم هاي البنية تتحداهم وتصير أقوى وأقوى حتى توصل للحلم اللي ببالها. تستلمين تعي قوي على الكرة، أول ما أحمي الكرة يلا بعدين أحميها، يلا بعدين أفكر ألعب. وسط انخفاض نسبة الفتيات اللواتي يمارسن الرياضة بشكل عام، شابات دخلن المستطيل الأخضر بعد أن استقطبتهن لعبة كرة القدم. هذه اللعبة التي تعد ذكورية بامتياز في مجتمع محافظ. قصتنا في هذه الحلقة عن شابات تحدين التقاليد بدخولهن إلى عالم كرة القدم وسط صعوبات اجتماعية ومؤسساتية مختلفة. روان وليد خالد، لاعبة نادي القوة الجوية. دخلت كرة القدم من تحفيز الوالد، والحمد لله وصلت للهدف اللي أريده، تشجيع الوالد وتشجيع الأهل. دخلت كرة القدم ولعبت هواي رياضات، بس من دخلت كرة القدم والدي حفزني، ويعني أنا شفت كرة القدم وغير يعني لعب ونادي وهاي شفتها غير، يعني هي الرياضة كلش حلوة ومميزة، ومو ياهو جاي يلعبها وتحتاج له هواي صبر. اثنين يسوين سيطرة، اثنين لعب جاد يقول يسوي ثلاثة، ايش شوف من يفوز. حلم اصير لاعب كرة قدم، فمن اروح عندنا اكاديمية بالملعب، فشفتها قامت شوية شوية يعني نحو التقدم. فكابتن وليد ضهد وكابتن سرمد علاوي حكيت وياهم، قالوا جيبها، شافوها والله صار سنتين ما شاء الله عليه، يعني تطورت حيل. يعني اشكرهم شكر خاص، كابتن وليد، كابتن سرمد، كابتن احمد مهلول. اول واحد حيدر لعبت ويا الوالد من أنا وصغيرة، اكتشفوا موهبتي ويعني كملت ويا والدي ويا ملعب حرب النعمان ويا وليد، والحمد لله شافوني الجوية ودخلت ويا الجوية، وكان أنا طبعا حلمي أدخل نادي القوة الجوية. ولازم الحرية تكون للبنية، لازم يطوها مطلق الحرية وتكمل مسيرتها وهدفها اللي تريد توصل إليه. بس احنا حاليا بمجتمعنا ماكو هذا الشيء، وكل الصعب انه بنية تقدر شلون تلعب كرة قدم او تطلع، وهاي بعد هي هاي عقائد يقدرون يقولوها، بس للبعض من كل الناس. نشوف البنية تطلع وتطوب لابسه تراكس تقول لك ليش؟ لا بالعكس، اعطيها الحريه. اعطيها الحريه واعطيها الموهبه هي اللي تريدها او المهنه اللي تريدها. اكو كل شخص يحب يصير مثلا مهندس، يصير رياضي، فتعطي حريه للمراه. هي حاله حال الرجل، مثل ما الرجل عنده طموح يريد يصير مهندس، يصير دكتور. البنيه كذلك، اعطوها ذات بمجال الرياضه، باي مجال. اعطوها الثقه. روان، داري تسأل ليش الفتيات بشكل عام دائما يكونون اقل رغبه بالاهتمام بالرياضه؟ هذا يرجع لقرار الاهل طبعا، واحنا نواجه هواي صعوبات من ناحيه الاقارب، من ناحيه المنطقه وتحكم المنطقه طبعا. وارجع واقول لك قرار الاهل، اذا يعني حبوا الرغبه وهيك شيء تقدر الفتيات تشارك. واتمنى من كل الاهل انه يدعمون ابنائهم وبناتهم على الرغبة بمشاركة كرة القدم.
اسمي نور صباح جميل، خرجت بكالوريوس تربيه رياضيه جامعه بغداد، عملت مدرسه لرياض الاطفال، كذلك عملت مدربه في يعني اغلب جيمات بغداد، كذلك امثل نادي العريق اللي هو نادي القوه الجويه. طبعا بدايه كل لاعب راح تكون هوايه، وبعد الهوايه يقدر هو يطورها او يخفيها. احنا طورناها من خلال التربيات، مشاركات مدرسيه. اها. فمن المدرسه يعني طورنا للمتوسطه للاعداديه، دخلنا كليه تربيه رياضيه، وسعنا هاي المهاره، وسعنا هذا الطموح، والحمد لله وصلنا الى ما هو عليه. نور صباح طبعا من الحراس المخضرمات، من حارسات، احسن حارسه تقريبا هسه، احسن حارسه بالعراق نور صباح، والبطوله الاخيره قبل ايام حصلت على احسن حارسه بالعراق. نور مثابره، نور يعني اعتبرها يعني حارسه كلش ممتاز، فوق الممتازه. يلا انت شلون واجهتي المجتمع؟ شلون واجهتي فكره ان تدخلين لملعب كره قدم وتتمارسين الرياضه بشكل كبير؟ شلون واجهتي هذه النقله؟ بالبدايه كان والدي يعني الله يرحمه يعني هو اللي الداعم الرئيسي للرياضه الي، بعدين اخواني يعني الحمد لله يعني هم كلش متفهمين، يعني كانوا حتى من افرح يفرحون وياي، يعني يجيبون يعني المزيقة والهوسات. ما هي الصعوبات التي بإمكانها أن تواجه الفتاة بدخولها إلى عالم كرة القدم والرياضة بشكل عام؟ طبعاً تعرف إحنا كوننا مجتمع شرقي، يعني كبداية كان تعرف الرياضة مو أي بنية تقدر تلعب كرة قدم وهيك، يعني تطلع وترجع، خاصة إذا ورا الدراسة، يعني وقت التمرين راح يكون وقت متأخر، بعدين يعني المواصلات شلون تروح شلون تجي، يعني هاي كلها صعوبات، بس إحنا تخطيناها بالالحاح نقدر نقول، يعني واحد من يلح على شيء ويصر على شيء، اي واحد يعني يقدر يوصل اللي يعني شنو يريده. تشير وزارة التخطيط العراقية الى ان 42% من الشباب فقط يمارسون الرياضة بشكل منتظم، فيما تشكل الإناث نسبا قليلة لاسباب اجتماعية واخرى تتعلق بقلة الدعم للرياضة النسوية بشكل عام. الفرق النسوية بالعراق يعني تعاني إهمال يعني جدا كبير. زين، والدليل يعني الدوري يجيك الدوري أما خمس فرق يا أما ست فرق، يعني دليل بأنه ماكو اهتمام بالجانب النسوي. يعني تحدث لك عن فريق نادي القوة الجوية، احنا بالنسوي الفريق الأول بالعراق، يعني حصد على يعني حاصل كل البطولات، والاخيره بطوله السوكا اللي هي سداسي، اتحاد سداسي. زين، فالفريق نقدر احنا فريقنا القوه الجويه احنا فريق من احسن الفرق بالعراق. زين، وحتى يقدر يضاهي لك الفرق العرب، نقدر نجاري الفرق العرب، لان يعني يمتلك لاعبات منتخب، لاعبات على مستوى عالي، لاعبات على فكر عالي. الاهتمام بالرياضة النسوية يكاد يكون معدم بالعراق من كل النواحي. من أكبر شخص المفروض أنه هو يكون راعي ومهتم بالرياضة النسوية وزارة الشباب والرياضة، إلى الاتحادات، إلى الأندية، الاهتمام يكاد يكون معدم، والدليل أنه النتائج غير مرضية وغير ملبية للطموح بالنسبة للعنصر النسوي. فدوريات، قلة وجود الدوريات، كل سنتين يطبقون دوري، يعني كل موسمين بدوري، احنا اخير دوري بسنة 2020. والله الفتيات عندنا اكو دعم من اعضاء الادارة ومن قائد قوى الجوية، بس مع الفتيات بقية الاندية لا والله ماكو اي دعم، ماكو. المفروض الاتحاد او الوزاره يدعمون هذه الفئه، خاصه الفئه كره القدم السيدات او الرياضه النسويه، لان الرياضه النسويه يعني خاصه بالعراق يعني اهمال مو طبيعي عليها. يعني
مينا كريم، طالبة بكلية الهندسة الجامعة التكنولوجية قسم هندسة المواد فرع البوليمر والبتروكيماويات مرحلة ثالثة. العمر 22 سنة، لاعبة نادي القوة الجوية والمنتخب الوطني العراقي ومحترفة في دوري كردستان. بداياتي كانت من خلال بطولة المدارس، مثلت مدرستي ومن عندها مثلت تربية الكرخ الثانية، ومن عندها قدرت أنسحب إلى الأندية العراقية، ومن عندها قدرت أنه أمثل المنتخب الوطني العراقي. بردستي جول باريز يعني الله جول. صراحة اختياري لعالم كرة القدم عن موهبة وطموح، ويعني شفت نفسي بي انه أنا اقدر بهذا المجال انه أنا ابرز، انه أنا اقدم الشيء اللي بداخلي. بالبداية انه أنا مثلت العاب القوة، بس انه أنا شفت الافضل انه أنا اختار كرة القدم، شفت موهبتي شخصيتي تمثلها كرة القدم. ردود الافعال صراحة انه عائلتي اول الداعم لي، والدتي دائما يعني وياي خطوة خطوة. اقدر اقول انه اول شخص وصلني بايدي للملعب هي والدتي. أنا والدة مينا، أنا اللي دعمتها لأن شفتها كلش تحب الطوبة، كلش كلش يعني. فقلت خطية خلي أسجلها نادي، فدخلتها نادي. من دخلتها نادي شفتها بعد يعني زادت أكثر وأكثر، قامت تحب الطوبة أكثر من يعني أكثر من قبل، لأن أكو فد مكان تمارس فيه كرة القدم اللي هي أصلاً تحبها. ويعني إخوانها وأهلي وخوالها كلش دعموها، كلش فرحوا بيها لأن شافوها لاعبة قوية تلعب زين. الحمد لله قدرت أنه أمثل العديد من الأندية العراقية، سواء في الدوري العراقي أو في الاحتراف، في مرحلة الاحتراف في دوري كردستان، وأبرزها أكيد مع نادي القوة الجوية النادي العريق. آخر موسم بطل الدوري العراقي لصالات الفوتسال سنة 2021، وكذلك حصلت على بطل دوري كردستان بالمشاركة مع نادي فتاة أربيل، وكذلك قدرت أنه أحصل على هدافة الدوري العراقي برصيد 10 أهداف مع نادي القوة الجوية. من لاعب من لاعبات طبعا من لاعبات بالبداية اللاعبات الخلوقات يعني جدا خلوقة، وهي طبعا طموحة طبعا أصور هي مهندسة زين ولاعبة جيدة في فكر عالي، لاعبة منتخب وطني. مينا، إذا أريد أسأل ليش الفتيات بشكل عام يعني عندهم رغبة قليلة بالرياضة أو ما عندهم حتى رغبة ولا يفكرون بهذا الموضوع؟ صراحة ممكن إنه جواب هذا السؤال المجتمع اللي عايشين به حالياً. إحنا كلاعبات إحنا نعاني من هذا الشيء. باقي الفئات من النساء اللي بعيدات عن الرياضة ممكن إنه مجال اهتمامهم راح يكون ضيق جداً، يعني ممكن تكون عندها معلومات باقي الرياضات اوكي ممكن هذا الشيء، بس مجال كرة القدم تحس انه شيء كلش بعيد عن النساء. يعني كرة القدم مجال واحد والنساء مجال واحد، يعني قليل راح تلقى هذا الشيء. يعني اكو تحفظك وابتعادك وعدم يعني عدم اهتمام. يعني تحس انه مرأة لا ما يصير كرة قدم، ما يصير هذا الشيء. بس بغير رياضة عادي؟ ممكن بغير رياضة انه تشوف جماعة الساحة وميدان انه جميع الفئات موجودة بها، جميع الرياضات راح تلقى بها نساء، بس كرة القدم يعني هسه أي أحد يسألني عن لعبة كرة القدم شلون يصير؟ يتفاجئ. شلون يصير؟ ليش شلون يصير؟ مجتمع يحكم المجتمع. روان، إذا سألت عندكم صالات كافية لتماريكم؟ أوقات الدوام دائما تتضارب لو ما تتضارب ويا أوقات تماريكم؟ ما عندنا صالات كافية، لأن تتضارب ويق دوامي. طبعا أنت شايف المجتمع إذا بنية طلعت ورا السبعة شلون رياضية وتلعب ورا السبعة، ويعني ما عندنا صالات كافية حتى نقدر نلعب بيها. نعم زين، يعني هذه المشكلة حاولتوا أن تنقلون هذه المشكلة للمسؤولين للمختصين؟ الحمد لله الكادر حاولوا أنه يسوون لنا وقت
ما يتضارب ويا دوامنا، ويعني نقدر نحقق الهدف اللي نريده. وطبعا هسه هدفنا الوحيد الدوري العراقي اللي راح الدوري العراقي اي الدوري العراقي اللي راح يصير، والبطوله خارجيه ان شاء الله. قاعات قليله نلقى بها حجز، انه احنا خاصه انه شكل بشكل انه يناسب الوقت، تفكر انه وقت تطلع بيه ترجع بيه. وحاليا احنا فتره دوامات اللي جامعه اللي مدارس اللي هاي، فيعني الوقت يعني صعب صعب انه نلقى. طيب انتم كفريق كره قدم نسوي، هل هنالك الامكانيات كامله لتطور من مهاراتكم، من لياقتكم البدنيه والجسديه؟ اكو الامكانيات؟ طبعا هذا الشيء يرجع للتمرين، الالتزام بالتمرين والكادر التدريبي، طبعا ما نقصر. بس بدنا نحكي عن نفسنا، انه احنا حاليا الحمد لله يعني ما عندنا شيء، بس ناقصنا شيء واحد اللي هو الدعم. بس نلقى الدعم، نلقى المعسكرات الخارجيه، احنا حالنا حال ننافس اي فريق عربي او اجنبي. على الرغم من قلة الشابات اللواتي يمارسن كرة القدم، إلا أنهن يسعين إلى تثبيت حضورهن في المشهد الرياضي أسوة بالشباب، ويطمحن للمشاركة في بطولات عربية ودولية، لكن ذلك يصطدم بقلة الإمكانيات. من يبدأ الاهتمام بالفرق النسوية؟ يبدأ من الاتحاد بدعم الوزارة، ومن ثم دعم الاتحادات للأندية تحريضها أو دعمها حتى يكونون أو يشكلون فرق نسوية، حتى يكون أكبر عدد ممكن، استيعاب أكبر عدد ممكن من اللاعبات أو الفتيات. الخامات موجودة والطاقات موجودة، لكن الاهتمام معدم بهم. يلا زين. تعتقدين أنه أكو فروقات بينكم كلاعبات فريق نسوي وايضا الفريق من الفئه الاخرى اللي هم الرجال، اكو فروقات، اكو تمييز، اكو اختلاف؟ طبعا هو فرق المستوى اول شغله، طبعا فرق الماديه، وطبعا احنا طول ما الدوري يجون يصورون بس الكلاسيكو ما مسلط علينا الاضواء. اما الفرق البقيه يعني الرجال اقصد لك الدوري كلهم يعني لعباتهم منقوله، احنا ابدا ما سلط علينا الاضواء اذا كان دوري او بطوله او اي شيء، فقط بالكلاسيكو يجوا. هذا قرار وياه ما حاسبك. انتم شخصيا شنو الاختلاف بينكم وبين الذكور بممارسه كره القدم؟ تعرفون شنو اللي يختلف بينكم وبينهم؟ اكيد هي فرق انه عن المستوى هاي، بس اكو شيء اسمه دعم، اكو شيء اسمه بطولات مستمره، اكو شيء اسمه عقود. يعني تظني كلنا ماكو؟ لا طبعا فرق يعني فرق كلش كبير. انتوا شلون تتمرنون، شلون ملتزمين مع نادي؟ احنا عندنا نادينا يعني الحمد لله والشكر، النادي قوة جوية موفر، فريق نسوي داعم انه موفر لنا عقود. بس من تجي تقارن مقارنة العقود النساء عن الرجال يختلف، فترة البطولة بين النساء والرجال يختلف، يعني شيء كلش كبير. تبوا علي يا بنات، من اهم نقطة اللي نشوف خلال اللعب اللي شفناه اللي نكون به، كرة ماكو استعجال. احنا دا نروح وما عندك زيادة، تروح اللاعب بوحدك، كرة عندك وثلاث لاعبات موجودات الخصم، أفضل أعطيها للخصم لو أخليها حيازة عندي. احنا نتكلم عن مستواهم نقيسه فيما بعضهم، بعضهم ما نقيسه بالرجال، يعني أكيد اكو فرق شاسع، فسيولوجية المرأة تختلف، على مستوى المهاري، مستوى التكتيكي يختلف، لكن عندنا طاقات شابة، يعني أنا أكد لك إنه عندنا خامات رائعة، بس تحتاج صقل. خماسي عبارة عن أخطاء، هي كلها تحت الضغط، هي كلها تحت الضغط، أربعة ضد أربعة، ماكو لاعبة تستلم مرتاحة. إذا ما تطورين ذهنك وفكرك على الأساس هذا وعلى هاللعبة ما ممكن تقدرين تلعبين. كرة القدم النسوية يعني تعاني أولاً قاعدة، ما عندنا قاعدة، إحنا بالعراق ما عندنا قاعدة. يعني تعرف اللاعب مثلاً أكو لاعبة مثلاً على مستوى عالي، هاي اللاعبة أو لاعبتين أو ثلاثة هي تسوي الفارق، راحت لهذا النادي ياخذ هذا النادي الدوري، راحت هنا ماكو. يعني مو تقول مثلا مثل الذكور تقدر كل سنه تنقي لك لاعبين، تروح للمنتدى تشاهد لاعبين تنقي، زين هنا النسو ماكو.
الله ما شاء الله عندنا فتيات يعني بارزات وموهبه عندهم، يعني موهبه من الطفوله. يعني انا بهذا المجال صار لي 10 سنوات، فاكو لاعبات يعني حتى يلعبون ضد الشباب، يعني ضد فرق نسويه نسوي مباريات ضد فرق لشباب كره القدم، ما شاء الله يعني انجازاتهم، وعندنا لاعبات منتخب وطني، وعندنا لاعبات حتى يحترفن يعني خارج العراق، بلبنان جالنا عقود وبتركيا. ما هي العوائق والحواجز التي بامكانها ان تواجه لاعبات كره القدم لحمل اسم العراق في الفعاليات الخارجيه؟ طبعا احنا اخر فتره تعرف احنا جائحه كورونا، فهذا الشيء وقف كل شيء يعني، بس نتمنى هسه يعني رجعت الرياضه ورجعت الحياه طبيعيه شويه شويه، فنتمنى نبدي من جديد، انه ما نفتقر لهاي الامور، ما نفتقر مثلا من اكو مثلا دوله يعني تبعث لنا مثلا مشاركه او دعوه، احنا لازم نروح، مو لازم يعني مثلا نكترها، فاذا ظل نكتر اكو صار هذا الموضوع عندكم؟ صار يعني سابقا، يعني هوايد يصير هيك امور، يعني البطولات اللي يتم انشائها حال الرجال، على اقل تقدير بطوله الكاس، بطوله وزير الشباب، يعني هاي البطولات لو تصير اضافه الى الدوري اكيد راح يصير الدعم غير شكل يعني، واكيد المستوى راح يتطور اكيد 100%. يعني احنا الدوري 2020-2021 انتهى قبل سنوات، فتعرف احنا حاصلين على المركز الاول لدوري العراق، يعني مثلا تطل اللاعب راحه، رجع لك اللاعب ورا شهرين مثلا من الراحه، عندنا والدوري يوم 11 يوم 29/11/2021، ومن هذاك يعني من ذيك السنه ولحد الان زين دوري ماكو، زين انت حتى طموحك مثلا ما تحقق. اليوم اذا اردنا نعرف شنو الانجازات اللي بامكان ان حققتوها كفريق كره قدم نسوي متواجد في هذه الفتره يقدم كره قدم نسويه، يعني خلينا نختصرها بمجال الانديه كنادي القوى الجويه، الحمد لله والشكر حاليا رقم واحد فئه النساء، دوري عراقي، الكره المصغره السداسي، الدوري العراقي المكشوف، همتين عندنا مشاركات، فالحمد لله يعني فريق نادي القوى الجويه حاليا انه رقم واحد بالرياضه النسويه. شنو الاشياء اللي تخططوا لها بالمستقبل؟ شنو اهدافكم؟ الى ماذا تطمحون؟ الهدف انه نحقق الشيء اللي ببالنا وان شاء الله خارج العراق. خارج العراق؟ لان ماكو هنا، شلون نقدر نقول لك مستقبل المرأة؟ كرة القدم النسوية بارقة أمل إلى الشابات العراقيات اللواتي يسعين إلى تحقيق منجز رياضي في مجتمع تحكمه العادات والتقاليد المتوارثة، ويتطلعن إلى تحقيق منجزات في المحافل الدولية وسط مطالبات بدعم ورعاية من المعنيين في الشأن الرياضي. إلى اللقاء في حلقات أخرى.